تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد السعودي حول قرب إطلاق المملكة العربية السعودية لكل من مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم وأهمية المبادرتين في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويعزز من مستوى جودة حياة السكان. قد أعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال الاتصال عن شكره لسمو ولي العهد السعودي على مبادراته واستعداد مملكة البحرين لدعم وتأييد كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.